بيسألني بيقول لي أنت كنت تزور العراق في الثمانينات، شو رأيك بشوارع العراق؟ شوارع العراق مقارنة بالثمانينات. وطلعت فيه أنا هيك جاري من الباب للطاقة، قلت له والله في فرق كبير. بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل. كيف شفت شوارع بغداد؟ كيف شفت شوارع العراق بعد غياب 30 سنة من الثمانينات يعني؟ لا، في تغير كتير. قبل كانت أفضل بكتير.